في ديالى أكدت النائبة عن تحالف السيادة ناهدة الدايني أن سرقة تعويضات المتضررين في ديالى تم إخفاؤها منذ العام 2019، وفيما انتقدت عدم وجود إجراء حقيقي حتى الآن للتحقيق بالسرقة، أعلنت أنها بصدد تقديم طلب للبرلمان من أجل تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة. سوف يكون هناك تحرك على رئاسة مجلس النواب من أجل تشكيل لجان تحقيقية من بغداد لمتابعة هذا الأمر، وذلك لحد الآن لم نلمس إجراء حقيقي في محافظة ديالى لمتابعة الأمر. لذلك سوف نطالب من رئاسة مجلس النواب على اعتبارنا جهة رقابية التحرك على نزاهة بغداد لمتابعة هذا الأمر، باعتبار هذا الأمر هو ليس بالأمر الحين، خاصة أسباب إخفاء الأمر منذ عام 2019 لم يخل لحد الآن، وإن شاء الله سوف تكون هناك إجراءات عامة بمجلس النواب، قد يكون هناك تشكيل لجنة تحقيقية من السادة أعضاء مجلس النواب لمتابعة الأمر مع الجهات الرقابية والجهات العليا.